السلام عليكم. السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم الزلف اللون. خالتي مرحبا بكم، مرحبا، تحية الأحرار. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. اليوم 9 من فيفري، اليوم 9 من فيفري يا اخوتي، شكون اللي يذكر واش صرا في 9 من فيفري؟ شكون اللي يذكر واش صرا في 9 من فيفري 2019؟ الزول خاوتي، الزول الزول. ربي يبارك فيكم قاع، ربي يبارك فيكم، ربي يبارك في فخامة الشعب الجزائري العظيم. أهلا من خاوتنا من بليدة، من العلمة، العلمة بلاد خوالي أنا بك. العلمة بلاد خوالي. السلام عليكم. عماد في الفيفا هذه قديمة شوية، هذه قديمة، العام اللي عدى في الصيف. إن شاء الله، إن شاء الله، كما أسقطنا عصابة الرياضة سنسقط العصابة الدولة، عصابة العصابة اللي سرقت الفيدرالية وسرقت المنتخب الوطني، حاربناها حتى أسقطناها، وسنسقط العصابة اللي وصلت باش حطت كل الأوباش في كل القطاعات لحاكمين الجزائريين. وشربوا الدواء بركة خاوتي. أهلا بناس مستغانم، أهلا بكل الجزائريين من كل المناطق. الزول في اللون على خاوتنا في القبائل، مرحبا بخاوتنا في الغرب، في الصحراء، في الشرق، على الحدود، في أقاصي الصحاري، بسكرة. قاعد يجيني في واحد التمر من طولقة. شنقولكم، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. فلاحين تاع الفلاحين تاع طولقة وتاع بسكرة وتاع تاع تاع الصحراء وتاع الواد وتاع ورقلة، الجامعة، يعطيكم الصح. أولا يا إخوتي سامحوني بزاف لأني خاوتي، سامحوني بزاف لأني مانيش قاعد نرد على الرسائل، مانيش قاعد نرد على الرسائل، لأنه راني في واحد الوقت يعني محصور كثير، لكن بإذن الله عن قريب راح نرد عليكم كلكم. اليامات هذه إخوة بزاف يبعثوا لي على 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 مسائل، على مسائل الفلاحة ومسائل المنتجات الجزائرية، راح نرد لهم لأني أعتبرها أنايا هذه داخلة في النضال، لأنه نعلموا أولادنا ونعلموا الفلاحين نتاعنا ونعلموا المنتجين نتاعنا كيف يستطيعوا أنهم يفوتوا هذه الدولة الفاشلة في كل شيء، باش يخدموا على أرواحهم ويتعلموا أنهم يحطوا لنفوسهم مقاييس عالية وعالمية، باش واحد ما يحقرهم في السوق العالمية، باش يقدروا يواجهوا السوق العالمية. وإحنا عندنا منتجات صراحة، عندنا منتجات تقدر تقابل أي كي نقول لكم أي منتج عالمي، تقابل أي منتج عالمي. خاوتي بارطاجيو على قد ما تقدروا، لأنهم سامحوني، لأنهم أنا شخصيا ضروني كثير على اليوتيوب وضروني كثير على الفيسبوك، واليامات اللي فاتت ما قعدتش باش يعني باش نعملوا يعني نحاربوهم حنايا كيما راهم يحاربوا فينا. يبعثوا لي الإخوة أنهم ما يوصلهم حتى شيء من اليوتيوب، ما يوصلهم حتى شيء من الفيسبوك، خاصة اليوتيوب نقدر نقول لكم أنهم نجحوا أنهم يحبسوها تقريبا ب 90% على الأقل. يعني الشيء مثلا لو كنا نعملوا 100,000 فيو، لينا نعملوا 10,000 فيو يعني بكل بساطة. يعني حتى المباشر ما فين نوصلوا ل 5,000 6,000 في اليوتيوب، الان رانا في 374 ورانا في 111 على الفيسبوك. يعني بارطاجيو قد ما تقدروا ان شاء الله، لانه الشيء اللي راح نتكلموا فيه مهم، لانه راح تكون مقارنه مباشره ومقارنه فعليه بما حصل وما سيحصل. يقولوا لي الاخوه بزاف قبل ما نقول لكم، برك هذا النظام الفاشي
عندنا اخونا رمزي دردار من واحد من اكبر المناضلين في باتنا، ولا نزكي على الله احد، يعني واحد من الناس اللي واقفه لهذا النظام بكل شده، وهو عسكري وقف بالتليفون لانه يحب شعبه، لانه يحب بلاد، لانه يحبها مدنيه مش عسكريه. هو عسكري كان في الجبال يحارب في الارهاب، الان محوسين يعملوا له قضيه ان اهانه نظام خارجي، وهو طبعا القنصل الفرنسي. وربما يوم زار باتنا رمزي دردار كان دخل فيه او دخل في الطاقم نتاعو، فجبدوا له قضيه خلاص قديمه ومحوسين يركبوها له باش يدخلوه للسجن ويحبسوا حراك باتنا، لانه حراك باتنا قايمين به صراحه، قايمين به الاحرار من امثال رمزي وغيرهم. تحيه لخونا رمزي دردار، وواصل ورانا معاك ورانا واقفين وراك، وما يحصل حتى شيء، ستكون مدنيه ليست عسكريه، وباذن الله وباذن الله سيحكم فيها اولادها الذي يختارونهم اولادهم. حريه لخونا عبد السميع، البارحه حطيت هذه التصويره على الشيخ علي بالحاج اللي خلى كلمات: اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف ب الحق سامحوني الله يرحم كل الاحرار من امثال مهري، ويفك اسر خاوتنا كريم طابو وعبد السميع وفضيل بومالا. فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. هذه كلمه خلاها الحاج علي بالحاج، نتفق معه او لا نتفق معه ايديولوجيا، يبقى واحد من الرجال اللي بقاو مستقيمين، وعرف كيف يسير نفسه، وعرف كيف يربي نفسه ويعدل نفسه بخطابات كان يوجهها لما كان في عمر 30، الان اصبح اكثر واقعيه ومنه. اذا نرجعوا لاصل الامور. كاين اخوه كثير يقولوا لي: عماد، علاه تمثل ماجر بتبون؟ المقارنه لا تجوز. شوفوا يا اخوتي، اللي ما يعرفش يسقط امر صرا الجارو او امر صرا الانسان كتجربه على نفسه او على الواقع، فهو عنده مشكله، لانه سيصدم وما يعرفش يقيس، واش رايح يصرا، او الامور اللي راح تحبسوا، الامور اللي راح تعيقوا، اذا لم ياخذ العبره من غيرها من الامور المماثله، حتى ولم تكن في نفس القيمه. سواء اذا كنا نتكلموا هنا على الرياضه، هنا نتكلموا على دوله. لما كنا نحاربوا في عصابه الرياضه، الشيء اللي حصل وشنو هو؟ كانت الفيدراليه في ايدي امنه، في ايدي قاعده تعمل للصالح العام، وعرفت وين، عرفت كيفاش تحدد المشاكل، ولقات باللي المشكله الكبيره هي انها بطوله وطنيه جزائريه ما قدرتش تنتج لاعبين على مستوى ينافسوا قاريا او عالميا. واش راحوا داروا؟ راحوا جابوا الاحسن. شكون هما؟ هم جزائريين والدين في فرنسا بصفه اولى، ومتكونين في مدارس على مستوى، راحوا جابوهم اعتمدوا عليهم ونجحوا هذوك الاولاد باش يجيبوا نتائج، باش يجوا يلعبوا كاس افريقيا، يوصلوا لنصف نهائي كاس افريقيا، يروحوا لكاس العالم 2010. وبدات من ذاك نتائج رائعه، وبدينا نجيبوا لاعبين، وزدنا تاهلنا لكاس العالم 2014. بعد 2014 اكتشف بعض المسؤولين المسخين الاوباش على راسهم السعيد بوتفليقه انه الكره يمكن انها تكون مخدر للشعب الجزائري باش يعقب العهده الخامسه نتاعو. فعرض على روراوا في ذاك الوقت انه لازمو يخدم الفريق الوطني على العهده الخامسه. هذا الامر مانيش متاكد منه، لكن يبدو انه روراوا في ذلك الوقت رفض له هذا الامر، فبدا الانقلاب على روراوا والمكتب نتاعو. لما بدا هذا الانقلاب، شكون اللي جاب السعيد بوتفليقه؟ حط حداد، علي حداد على راس هذه المهمه القديره. علي حداد راح جاب الوزير ولد علي، وحكم ليزما. لما حكم ليزما عطاها لخوه ربوح حداد اللي ما يعرفش يسير، على فكره ربوح حداد ما يعرفش يسير بوتيك تاع بيسري،
ما يعرفش يبيع الهندي في طابلة، حطه على رأس اتحاد العاصمة، ومن بعد نحاه وحط سرار إذا تذكروا كذا. رغم ذلك حط هذا ولد علي، ولد علي هذا اللي لازم يكون في الحراش حاليا، طلق حملة ضد الرياضة الجزائرية بصفة عامة، وحملة ضد المنتخب الوطني اللي كان ناجح في ذلك الوقت. واش داروا؟ هذا ولد علي انقلب على روراوة بطريقة غير شرعية، وراح جاب زطشي وانتخبوا بطريقة غير شرعية. لما جاب زطشي بدأ المنتخب في لا ديكادونس توتال، بدأ في الهبوط. احنا عندنا احسن لاعبين في افريقيا، بل احسن جيل انجبته الكره الجزائريه، رغم ذلك بدينا في هبوط حر، هبوط يعني كارثي. لما وصلنا لهذا الهبوط توصلت حتى انه جاب لنا مدرب اسباني ما عنده حتى قيمه، يعني خسرنا مقابلات سهله كنا نربحوها بالسبعه وثمانيه. بعد ذلك واش داروا؟ أهداو ربح ماجر، يعني من لا يملك أعطى لمن لا يستحق. كي عطاوها الماجر حنا بدينا في هجمة ضد ماجر. كانوا الناس في الأول شي يقولوا لنا كان بصبع أزرق تاع الرياضة في ذاك الوقت، خليو ماجر يخدم وانتوما واش تعرفوا للبالو وانتوما كذا وانتوما وانت واش لعبت حتى تهضر على بن شيخ وماجر. ولكن الملاحظ أنها كي نسقطوا لكم كانت هناك من لا يملك. في ذاك الوقت كان ولد علي وحداد والساعيد. من لا يملك في الدولة تاعنا شكون؟ هو الطغمة العسكرية. أعطى لمن لا يستحق، مدوا لولد علي، وولد علي جاب زطشي، وزطشي جاب ماجر كذا. واش داروا هما؟ مدوا مالا لمن لا يستحق، اللي هو التبون، وتبون مد من عن باليش واش، وجابوا وزراء لا يستحقون وكذا. الآن وش هو العملية؟ العملية كانت لازم تكون صحافة العار. في ذاك الوقت في الرياضة كانت على رأسها النهار وعلى رأسها الهداف، وكان ديما شتو هذاك بن كولا وناعمة صالحي. ناعمة صالح كان هو بن شيخ وقندوز وغيرهم من الأوباش تاع الرياضة، وبوحنيكة والصحفيين الكوارث تاع النهار، وعندك الصحفيين تاع الدولة اللي يعملوا نفس الشيء، والمثقفين. في ذاك كان المثقفين تاعهم هو بن شيخ. على فكرة المثقفين تاعهم على فكرة كلهم مستوى رابعة، كي بن شيخ كي ماجر كي كذا. ماجر عطاوه المنتخب الوطني، لم يدرب منذ 15 سنة. جابوا معاه إيغيل مزيان اللي كان في الحبس، جابوا معاه من ناد اللي كان معاقب. تبون ولدو كان في الحبس على الكوكايين، تبون كان معاقب من عند اللي قبله من عند السعيد وحداد. تبون كان جابنا اللي قالوا على الحراك دي كفر، معليش كانوا يسبونا في الرياضة تانية كدايا. لكن في الأخير أسقطنا ماجر، ما حبسناش حتى أسقطنا ماجر. صحيت خويا رمزي الله يبارك فيك، ما حبسناش حتى أسقطنا ماجر، واليوم ماناش راحين نحبسوا حتى نسقطوا تبون. لانه الكارثه اللي كانت تاع ماجر اننا اصبحنا نخسروا مع السعوديه، اصبحنا نخسروا مع البرتغال بثلاثه، التبهديل كل ما يخرج يدير كارثه مع الصحافه، نفس الشيء قاعد يعمل فيه تبون. تعرفوا شنو هو؟ نزيد لكم باكثر تقدير، 6 شهور، اليوم 9 فيفري، اكثر تقدير نزيد لكم 6 شهور لتبون هذا، نزيدوا 6 شهور ويسقط تبون. يسقط تبون بإذن الله. عم بالكم اش كان يدير ماجر؟ كان يروح يشكي للأوروبيين البرتغال. عم بالكم اش كان يدير ماجر؟ كان يروح يلعب مع كونغو في تونس، ويعطي الكونغو الصوارد ويقفل يدير الماتش ويكلو باش يشري الشرعية اللي تشترى بأموال الجزائريين. هكذا يعمل تبون حاليا، يمد لكم في فلوسكم لتونس، ويمد لدول الساحل، وانت يا ابو صبع ازرق النساء تاعنا مازالوا يباتوا برا بولادهم، مناظر ما نشوفوهاش في بلدان افقر من الجزائر بمئات المرات، افقر من الجزائر بمئات المرات. لكن لما توصل لهذا الامر من الضغط ومن الاخر، يخرج الرجال باش يحاربون هذه الاوباش حتى يسقطون. سيسقط تبون. لكن احنا لما اسقطنا تبون وش درنا؟ حاربنا باش نجيبو بالماضي، وجبنا بالماضي
ولما جبنا بالماضي جبدنا رواحنا على الرياضة، عم بالكم علاش؟ بقينا ندافعوا عليه الساعة، بقينا ندافعوا عليه الساعة ضد كل من هو، ضد كل من يريد أن يسقطه على رأسهم قناة الهداف اللي مازال ما غلقناهاش، اللي مازال هدف أننا نغلقوها، مازال هدف أنه واحد كيما 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 بن شيخ يولي ما يتكلمش لأنه عندنا دكاترة في الرياضة، يرجع هو يرجع يقعد مع الحانوت تاع المبل هذاك ويهز معاه المبل كاش ما يشيتلو كاش ما يعطيه كوافاز أو كذا، كل واحد يرجع يرجع إلى مكانته الحقيقية، مكانته الحقيقية المجتمعية أو مكانته الحقيقية تاع الصح حسب التعليم نتاعو، حسب التعليم نتاعو. إذن على فكرة على بالكم 9 فيفري هذه الذكرى تاع واش؟ عم بالكم الذكرى تاع واش 9 فيفري؟ هي ذكرى 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 لاكوبول تاع الكاشير اللي عباو لاكوبول بالكاشير وجا الاخر يقول لكم بوتفليقة رسول من الله كما بعث رسوله بعث الله بوتفليقة لتحرير هذا هذه البلاد وبلا بلا بلا وكلا كلا كلا. اذا اخوتي كاين امر متفق عليه من كل الاحرار، من عند كل الاحرار، وهو انه يوم 21 الجمعة 53 ستكون جمعة تحرير العاصمة، وستكون على مدى يومين، مدى يومين اعتصامات كاملة. ما كانش هذه يخلص الحراك على الربعة ويجي الشرطة يقول لك روح تروح، تبدأ بعد الجمعة وتخلص في ليلة السبت، تخلص في ليلة السبت، ويجب حصار كل شيء في العاصمة، يجب غزو العاصمة، غزوها الزحف على العاصمة من كل المناطق. لازم العاصمة لازم 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 نحوطوا على المرادية، نحوطوا على كلوب ديبا، نحوطوا على نحوطوا على الأحياء نتاعهم، نحوطوا على المطار، نحوطوا على قصر الحكومة، قصر الشعب، على قصور العدالة، كل شيء رمزي لهذه الدولة يجب أن يسترده الشعب ذاك النهار، ولو رمزيا طبعا، لأننا تبقى راح نبقاو بالسلمية، نحيط بقصور العدالة، بالبنك المركزي، بكل ما له علاقة بهذه الدولة، باش يعرفوا أن الشعب سيسترد الدولة نتاعو، وما يزيد يخلص والو، لأنه ما يخلصش باش تمدوا فلوسه لتونس وغيرها من الدول. مع احترامنا لخوتنا التوانسة، نعاونكم يوم نكون أقوياء، نعاونكم لما نختاروا رؤساء وحكام، حنا اللي اخترناهم كيما درتو نتوما لتما نهزوكم فوق الراس. كاين بعض التوانسة خرجوا قاعدين يقولوا مثلا أننا يقولوا مثلا أن الجزائريين قاعدين يسبوا فينا ويشتموا فينا. لا يا أخي، واحد ما يسب فيك ويشتم فيك، حنا قاعدين نشتموا في الحكام نتاعنا، نسبوا في الحكام نتاعنا، لأنه سبحان الله عمر بن الخطاب قالوا له لما لا تكسو الكعبة بالحرير يا عمر يا أمير المؤمنين، قال لهم بطون المسلمين أولى، حنا مازال عندنا الجوع، حنا مازلنا نصليو الاستسقاء باش تصب النوم، وانا نمدلك ما نمدلكش 150 مليون دولار، 150 مليون دولار انا تخرج لي على الاقل الجوعانين تاع الجزائريين من الجوع. عم بالكم يا اخوه، كلمني اخ من يعني مسؤول كبير في قطاع وزاره السكن، عم بالكم واش قال لي يا اخوي؟ قال لي تقريبا كاينه 300000، كاينه 300000 حتى 400000 سكن، 300000 400000 سكن مدين العصابة، 300000 400000 سكن مدين العصابة، وهما لما يديو سكنات وما يديوهاش في أي مكان، وما يديوهاش لما ينقلوا الأحياء القصديرية وكذا. دركا مثلا أنا كان في العاصمة راك تتكلم على 2 ملاير وثلث ملاير، 300 400000، ومازال كاين بوصبع أزرق 25 سنة وهو يستنى في السكنة، مازال ما عندوش سكنه يدافع عليه. اذا اخوتي الزحف الى العاصمه، الزحف الى العاصمه، وخاصه حمايه الاحرار. لو يتعرضوا للاحرار وانتم ساكتين عليهم، يعني الشعب، فخامه الشعب ساكت عليهم،
سيتجرؤون. لماذا؟ دولة الحنوشة هذه وشنو هما الحنوشة هذو تاعنا حنا وشنو هما؟ في بلدان أخرى يسميوهم المخابرات. المخابرات عيبكم شنو هو؟ مثلا نعطيكم مثال، في كندا المخابرات ما عندوش الحق يهضر معاك، ما عندوش الحق يوقفك، ما عندوش الحق يدير لك حاجة. عبيكم باللي المخابرات في كندا ما يهزوش حتى السلاح. علاش؟ خدمة المخابرات هو تلم المعلومات، لما يعطيها مثلا يحب يراقب عماد، يمد له البروكيرور، يمد له الموندا، يقول له راقب عماد. تما يولي عنده حق انه يلم المعلومات الماليه على عماد، يلم المعلومات المكالمات التليفونيه على عماد، لانه ربما ايزون جوجي باللي عماد هذا يشكل خطر بطريقه او باخرى. بصح شكون اللي يقرر؟ وكيل الجمهوريه. وباه يقرر لما يجيبوا له اوراق الدلائل الحقيقيه. لما يجيبوا له الدلائل الحقيقيه الوكيل الجمهوريه يمكن انه يمد هذا الموندا. لو هما يراقبوا كي يلقاو عماد هذا راح يضر البلاد او راه ضار البلاد بطريقه ما، يرجعوا الملف للبروكيرور، ومن بعد البروكيرور يقرر اذا مثلا عماد هذا يجب ان يوقف. فشكون اللي يبعثوا في ذلك الوقت؟ يتبعت الضبطيه القضائيه اللي هي الشرطه الكنديه، الشرطه الكيبيكيه، او الجي ار سي، الشرطه الكن. يعني يا اخوتي ما عندوش الحق يجيك طول، ما عندوش الحق يهزك من دارك. حنايا هاد الحنوشه على واش تفرعنوا؟ عبالهم بلي البلاد نتاعهم، عبالهم عاطين لهم بيه ويدير لك هكا، هو كون يخرج معاك دراع، تكسر له سنيه، حاطين رواحهم طاطاطا. وهما على بالكم شنو هما في الاخير؟ هما قواوده، تاع اوباش هما. ام يسمعوا فيا على بالي عم بكم نتوما وشن هما؟ شيتا في الاخير. انا نعرف الجيش الجزائري، نعرف لهم مليح. كنت حاب ندخل له وانا في التسعينات، الله غالب ما كتبش ربي، كان يا نقتل ما كريس كاردياك يا ندخل الاخر. كي تشوف البارا وتشوف الجيش اللي تاع الجيش تاع الصح، لتم تعرف الرجال تاع الجزائر. بصح الحنوشه هادو عمك شنو؟ حتى البروفيل نتاعهم يا اخوتي، البروفيل نتاعهم يخيروهم قواوده، بروفيل قواد. حاشاكم، عبالي بلي الكلمه هادي عيب، بصح حنا في قسنطينه ما عندناش عيب على نستعملوها. وكانه هو اللي يهز الخبر، خدمته يهز الخبر. في الجزائر عاطين لهم هذيك البطاقه البيضاء باش يتعدى على الشعب وكذا. عباكم باللي الشعب او قادر يضربو قانونيا، قادر يكون يتعدى عليه يضربو. علاش يضربو؟ يقول له شكون انت باش تقدم ليا؟ شكون انت باش تقيسني؟ من انت؟ قانونيا ما عندوش الحق، لكن لانه التوفيق ومن 62 وعقليه العسكر عطات لهم هذا الامر، قاعدين يتفرعنوا على الشعب، قاعدين يصوروا في الشعب. واصبحت الشرطه كيفهم، لذلك يا اخوتي احنا في 22 فيفري، في 22 في 9 فيفري، راح الخوف من ضربة الكاشير ولا كوبول، راح الخوف. خلاص كرهتونا في الحياة، ولادنا ولينا نشوفوا فيهم. يا خاوتي الضربة هذيك تاع اللي ماتوا تقريبا 50 او اكثر اللي ركبوا من وهران، كانوا الوزراء في اجتماع ما تكلموش عليهم، ما وكأنه ماتوا. عم بالكم هنا كون ماتوا كلاب زوج ثلاثة، كون ماتوا كلاب كون يتقلبت الدنيا، احنا 50، احنا ولينا يموتوا بالجملة، ولادنا ما يهضروش عليهم. ويجي واحد، مسكين داروه حنش باش يعس عماد في الفيسبوك، حاط روحو لاجون 007 مسكين. عم بالكم اخاوتي المخابرات تاع السي وكذا ولا ما يدرقوش. انا يجيوني للمطاعم يقول لي اني نخدم في السي اي اي، اني كنت في مدغشقر. واش دير في مدغشقر؟ احكي لي عادي. تسمى ولات حاجه ما تضركش، ماشي هذيك تاع بكري مخابرات تاع وراح يقتل في الكا جي بي، وهذاك راح يقتل في الكا جي بي وانفيلتري وكذا. قال لي نروح انا خدمتي جبت باراج بزوج ملاير الامريكان، لانه الفرنسيين كانوا محوسين يديوه. انا رحت مع الفريق نتاعي باش نضغط على الحكومه
الملغاشية باش تجيب لي باش تعطينا لينا، وديناه لفرنسا. تسمى المخابرات الحقيقية ولا تجيب الفلوس لبلادها. حنا عم بالكم المخابرات واش دير في الجزائر، وعم بالكمش. قولي لي علاش واش دير في الجزائر؟ تروح للمطار تهز الكابات تاع السوار تاع الدوفيز وتقول البيلوتر واحد دي يوصلها لفلان وكذا. حنا المخابرات تاعنا تخدم هكا، خرجها الحداد ويخرجها لكذا، تخدم هكذايا، تخدم هكذايا، ويجي وتجي انت تحكم الرجال، تحكم الاحرار، تحكم الاحرار. عبالكم في الجزائر الجديده، في الجزائر الجديده شومبيط، مع تحيتي للشومبيط، شومبيط وما تخدموهاش. وما وكي نقول لكم ان شاء الله، عبالكم كي كنا نحاربوا في لمده عامين ونص، حنا نحاربوا في عصابه الرياضه، كانوا يكتبوا لي خاوتي كالجزائريين خوت يا عماد فكك فكك البلاد راحت، راك ما تقدرش تنحيهم هذوم عصابه. اللي ما يمنش بهادي، ما يمنش بإرادة الله، وإرادة الشعب من إرادة الله، ولن يكون إلا إرادة الله. الله يا ربي إن شاء الله يفك أسر خونا فضيل بومالا اللي خلاها كلمة، هذه الكلمة، ويفك أسر خونا كريم طابو اللي اليوم في الحقيقة كانوا لازم يكونوا في أعلى المناصب، هم اليوم هما في السجون، لكن غدا سيكونهم في السجون، وسيكون كريم طابو فضيل بوملا في أعلى المناصب في الجزائر الجديدة إن شاء الله، إن شاء الله. شوفوا يا إخوتي، على قد العزم تأتي العزائم، على قدر العزم تأتي العزائم. لما تكون عندك الإرادة في رب العالمين، وإرادة في شعبك، في فخامة شعبك، ما تخافش. شوفوا نعطيكم مثال صغير. أنا نمن في شعبي، نمن في ولاد بلادي، نمن فيهم بطريقة كبيرة. فاحنا في حراك مونريال، في وقت من الأوقات قلت لهم، يعني جابوا الإخوة فكرة وأنا كنت معها، أننا نديو الحراك لجون طالون، لأنه جون طالون هو معقل الجزائريين. لكن شوفوا كاين بعض الجزائريين الخبث هذاك اللي عندهم، هو مش خبث، هو الثقة في النفس ما كانش، هو الإنسان هذاك اللي ما عندوش ثقة في النفس هو اللي يوصل لهذه الدرجة من التفكير. هو وشن هو؟ قال جاو ليا قالوا لي عماد أنت كما تسكنش في مونريال، كما تعرف جون طالون، جون طالون هادو يسكنوا غير فيها العراية وكذا، في تاع الجزائريين. عبالكم وأنا هاد الكلمة تهبني، مش الكلمة، هاد الفكر يهبني. علاش يهبني؟ الفكرة هذاك تاع الحكم على الناس هما قادرين ما يعرفوهمش. لماذا مثلا يقول لك هكاك؟ لانه هو هنا في كندا نجح، عنده منصب، عنده دار مليحه، عنده كذا، وما يعيش في جون طالون، فهو بالتالي يحكم على هذاك الانسان باللي هو فاشل، وباللي هو عريان، وباللي هو كذا وكذا، وما همش تاع نضال، وما همش كذا وما همش كذا. كنت ندرس، اسمعوا مليح هذه، كنت ندرس، كنت نقري، كي ندخل المؤسسة الجديدة، سواء ثانوية متوسطة كيما جات، ندخل المؤسسة الجديدة، عم بالكم 20 يوم حتى الشهر ما ندخلش لقاعة الأساتذة. قولوا علاه، قولوا لي علاه ما ندخلش لقاعة الأساتذة؟ باش ما نسمعش الشيخ أو الشيخة، أستاذ أو أستاذة، يمدوا لي النظرة نتاعهم على تلميذ أو طالب أو طالبة. كون يمد لك واحد النظرة نتاعك قبل ما تشوف الإنسان، أنت لما تروح تقابلو طول بهذاك الفكر، بهذيك لا بيرسيبسيون، بهذاك الفكر عليه، باللي مثلا هذاك قبيح، هذاك التلميذ أو الطالب أو الطالبة، هذيك ترد الهضرة. لكن الحكم هذا هو بين إنسان وإنسان، مش بالضرورة يمشي عليا أنايا. لذلك أنا ما ندخلش، ما نحوش نعرف حكم الناس، انا ندير ما بيرسيبسيون، ما فري بيرسيبسيون، لا بيرسيبسيون تاعي اللي نديرها انايا، بعد انايا اللي نحكمها. فحتى نقابل التلاميذ تاعي والطلبه تاعي وحتى الاساتذه، باش ما يحكمنيش استاذ يهضر لي في استاذ اخر، استاذه تهضر لي في استاذه اخرى لانها متقابده معاها، منحبش الناس هي اللي تعطيني الحكم على الناس. فكنت نعمل ديما هكذايا،
كي هضروا لي الهضره هذيك كنت نعملها كذايا باش انا اللي نعمل الحكم نتاعي على الاولاد، ومن بعد كي نهز الحكم نتاعي على الطلبه نتاعي نروح نلاقي شيوخ نلقاهم يهضروا في هذاك، وانا في الحقيقه ماهوش هذاك، هو لانه عندك مشكل معاه او تكرهه او تغير منه. كاين صح استاذ يغير من طالب او استاذه تغير من طالبه، فانا ما نحكمش عليك بهذه الطريقه، ما نحكمش على الانسان بهذه الطريقه. كي قالوا لي هكذاك واش درت انايا؟ انا رحت حليت في جون طالون، رحت حليت في جون طالون. عم بالكم علاش؟ لاني اؤمن بالجزائري. كي رحت لجون طالون بديت نعرف في جون طالون، لقيت الجزائريين تاع جون طالون حالين المحال، حالين لي بيزنس، يخدموا الخدامه، ينوضوا الصباح يخدموا من 6 ل 6 12 ساعه، يديروا كذا يديروا كذا يديروا كذا، فيهم القبيح فيهم المليح، لكن هذه هي الجزائر، هذا هو الجزائري. اذا كنت حاب كنا حابين نعدلوا الجزائر، نعدلوا الجزائر، انا نمنع بكم. شفتوا هذاك اللي تقول يقولوا عليه الناس بوندي وفي السجن؟ انا بالنسبه لي انا هذاك جزائري ولا مجرم ولا مولا كذا، لاننا احنا ما قمناش بدورنا كمجتمع، الدوله ما قامتش بما انها تخدم وانها تقريه انه كذا باش يولي يقيم روحه، وما يشي روحه تولي في جريه موس او في ركبه بوط تاع بوطي. هذاك مشكلتنا احنا. لذلك رحت لجون طالون تحديا، رحت لجون طالون تحديا ورايح لتما باش نشجع الجزائريين اكثر على العمل، ولقيتهم صح يعملوا ويخدموا الناس. وعلى بالكم في دوله كيما كندا انك يعني تخرج في يومين تلقى خدمه صالير شهريه، فامر سهل فاسيرونس. اما التجاره هنا التجاره صعيبه، يوم رابح غدوة خاسر، يوم رابح غدوة خاسر، لازم لها عقلية وكاركتير مليح. الور الجزائريين هنايا يشتيهم لأنهم صدامين، صدامين، يحلوا المحال، يحلوا لي بيزنس، يصدموا. هذا هو الجزائري اللي نحوسوا عليه. ويجي لك جزائري آخر يقول كاين اللي قالوا عليهم لاراكاي، قالوا عليهم لاراكاي، لاراكاي، لاراكاي هو أنت، لو هنا لاراكاي في عقلك. في عقلك لا راكاي، هذه كون هضرها قدامي انا هذا الانسان كنت نضربه، ومونريال كنت نضربه، في مونريال كنت نضربه. لكن هذا هو الجزائر، هذا هو الجزائري. عم بالكم الناس اللي تفكر بالطريقه هذه هي الناس تاع النظام، اللي هو من ولد الشعب، هو جا من الدوار، عم بالكم الوزراء بكل جايين من الدوار، لكن كيما حكموا المناصب صرا لهم الانقطاع. انقطاع بالكم علاش؟ لانهم جوعانين، يحبوا يظلموا الناس باش يبانوا هما عاليين، لكن ما يعرفوش انه رب العالمين هو اللي يعلي شكون اللي حب ويهبط شكون اللي حب. لانه ها فر 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 ويحيى، وفي الاخر خلصها في الحراش، خلصها في الحراش. العام اللي فات في نفس التوقيت كانت لاكوبول، وكنا نحكيو عن الجيل تاع ويحيى، اذا كنتوا تذكروا الجيل تاع ويحيى والسعيد اللي يسوى ما عمباليش 50000 اورو وكذا. اليوم راهو في السجن في الحراش، راهو في الحراش ياكل في الصبا، عمبالي ما ياكلش في الصبا، لكن يبقى انه دخل الحراش، دخل الحراش، ومازالوا الاخرين يلحقوا، مازالت الطغمه العسكريه يلحقوا. نعاودها يا اخوتي، لانه المثال هذا هضرته في المغاربيه وعجبني لانه حقيقي. راهم عايشين الان في بنايه كبنايات القصبه القديمه، اللي هو الانسان عايش فيها وموش سير، عم بالو بلي طايحه. لكن كاين الناس اللي خرجت قبل، لانه قالت خلاص خرجت وراحت الغاز دار عاودت كرات، ما تعطيهمش الدوله ما تعطيهمش. وكاين الناس اللي كملت لتما ترمم تخمم ترمم ترمم ترمم، تحوس تسد بطوبه منها، يمد لتونس كيش ما يعطيوه، يمد لدول الساحل، يمد البترول الامريكان، يمد الغاز الصخري فرنسا، يطبب يطبب يطبب، ومن بعد انهدمت على رؤوسهم. انا متاكد متاكد انها ستنهدم على رؤوسهم، انا متاكد الان، انا متاكد الان، وعندي والله دلائل قويه من الجيش الجزائري انه الحنوشه ستنتهي، دوله الحنوشه ستنتهي، لانه خاصه الجيش الجزائري، لانه الحنوشه هادو بطريقه او باخرى تابعين للجيش الجزائري. كاينين احرار في الجيش ملوا من هاد الناس،
ملوا من هاد الناس اللي كسروا الدولة، لأنه يا إخوتي اللي عايشين في الجيش وقاريين وأولاد البلاد الشبعانين، هاد الناس مجننينهم في الداخل، لأنهم يعرفوا أنه حاميها حراميها، يعرفوهم أنه هما كما قلت لكم يجيبوا. أنا حكاها لي واحد كبير يعني في الجيش، أنه الحنوشة يطلعوا الكابات نتاع الفلوس يمدوها للبيلوت ويقول له تعقبها سينو 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 وتوصلها لفلان، وهما متحداد وتضحكوا وتفتح ثم يخدم حاشاكم قواد بالقسنطينية، سامحوني على الكلمة بصح بالقسنطينية، قواد عند الضحكوت عند سر الواحد في الحبس، عند حداد اللي راهو في الحبس، هذا هو الحنش، هذا هو المخابرات الجزائري، ويجي تبع عماد ويقول لك عماد هذاك وما كانش منها، اي كاينه منها او مهبول او حاط روحه، يقعد برك ربي يجيبها في ولادكم. ربي يجيبها في ولادكم عم باكم، ربي يجيبها في ولادكم، وستسقط البنايه على رؤوسكم. بالنسبه للاخوان اللي راهم قلقانين يا اخوتي، اللي يقلق من روح الله، اللي يقلق من روح الله الا القوم الظالمون، الله اعلم في الايه، اللي يقلق من روح الله فهم القوم الظالمون، ثم قوم ظالم لنفسه قبل كل شيء. اذ يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. الرسول الصحابه احسن الخلق بعد الرسول هم الصحابه. اذ يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله لقريب. ألا إن نصر الله قريب، لا قريب ولا قريب، يعني نضرب المعنى خاوتي، يعني مانيش قاعد ندير بالك، يعني ننسى بزاف، أنا عندي ننسى الكلمات وننسى كذا. ألا إن نصر الله قريب، والله العلي العظيم إن نصر الله قريب، سيسقطون سقطت التي تزلزلت عليه البناية ورابت على راسه. سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم. يا إخوتي كل الأحرار اللي راهم في اليوتيوب، مثلا أستاذ نزيطوت، أمير ديزاد، كريم نايتو سليمان، خونا الياس فيلالي، أو في الفيسبوك راهم هالكينا. أنا شخصيا راهم هالكينا، فحاولوا تعاونونا، يعني عم بالي دركا أصبح يعني أشوفوا رانا تقريبا بالخمس، يعني حتى الفعالية بالخمس، لانه يجب ان ننجح هذا اللقطه، وعم بالهم هذا الامر اي انا باشا عليه، انا راح ندي اختك. قال له عماد الباشا جيت خطبت اختك انايا اللي كاين باشا، انا الحمد لله ربي خلقني باشا والحمد لله، كي نشوف روحي في المرايا نحمد ربي اني بصحه جيده، الا كان راح نخطب اختك ما تمدليش اختك وخلاص، لا حول ولا قوه الا بالله. خي جايح يا اخي، اي عم بالي هذا هو نوعية الرجال اللي يخرج يقول لك هذاك وكيل المرأة وكذا، وهو يهضر بهضرة النساء. عماد باشع ودرك يقول لك وقلقتو، ما قلقتنيش، قلقتني المستوى نتاعك، انا على بالي بليني باشع، انا على بالي بليني باشع، كون ما جيناش باشعين، كون طيحنا ربي في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. نعرف جيدا اننا باشعين، اننا شفنا خلق كيما نتوما، والله العظيم اللي يعيش معاكم نتوما يبقى مليح، نتوما كون تخرجوا الخبيث كامل من تا كون ما جاوش يتفرج فيا، ما كون راني نهضر معاكم بالسفاهة حاشا من يسمع، كون ما جاتش تربيتي لا تسمح، كون راني نهضر معاكم بالسفاهة. واحد يقول لك راسك يا بويا، الحمد لله خلقني ربي هكا، يعني مانيش مخليني منه والله، يعني على بالك سبونا في عرضنا، سبونا ماتنا، سبونا كدا، سبونا من الناس كدا، ماشي مشكله، مشكله برك انه مساكن مستواهم، عم بالك انا والله غايضني، والله غايضني هذوك اللي سالكين، بصح والله غايضني يا خاوتي انه هو 25 سنة، كاين واحد كنعرفو، انا نعرفو شخصيا ماشي صاحبي ولا، 25 سنة ما عندوش سكنة، ويعيط لي واحد من وزارة، هضر معايا من وزارة السكن، يقول لي كاينة 300 400 ألف سكن، ماشي أي سكن،
كاين حتى اللي مدين دو زابارتمون خارطينها مع بعضهم. سما لي حتى وش اسمه، سما لي حتى مديرينهم واحد الكود كي شغل راهم اون انستانس، ما يتكتبوا على اسم واحد، ما يندارو على اسم واحد، فحتى انت تفرز يعني، ما عندهم كي شغل السكنات ولا التحرام مغلوقين، ومع على بالهم بلي تاع مسؤولين، بصح هما ديما يبروتيجيو رواحهم، ما يكتبها على اسم حتى واحد معلقه. تسمى هذيك تاع فلان نسيت، دوك نعاود نجبد الميساج تاعو ونقول لكم مليح كيفاش يسميوها. 300 الف 400 الف ابارتمون مغلوقه، من احسن لي زابارتمون اللي بناتهم الجزائر، وهو 25 سنه ما عندوش سكنه، ويدافع عليه ويجي يسب فيا انايا. انا ما عنديش دو، انا والله العظيم ما عنديش سكنه، ما عنديش سكنه ديتها من عند الدوله، والله العلي العظيم بابا عليه يدي الحمد لله. خاوتي والله واحد ما ومدي سكنه، والله واحد ما ومدي سكنه من عند الدوله، والله ما انا مدين كريدي من عند الدوله، كريدي شت كريدي اللي تقدر تديه بحقك، هكا تروح ترهن حاجه وكذا، منديروهاش. ربي ما بابا ما رباناش هكا، ما رباتناش كدايا، ولكن وكون جي عندهم دليل كنا يفضحوني يقولوا لكم ودا وسرق ودا، حنا ما نديوهاش، انا ما ديتهاش وندافع عليك، وانت حاط الدوسي 25 سنه وتدافع على داك، ويجي مثلا يسبني انا، يعني هذا ما سبنيش انايا، لكن لقيتو يدافع عليهم. انا والله لا راك غايضني، والله لا راك غايضني يا مسكين، غايضني انه يوصل عقلك لو كان حيوان في مكانك او القابل لهذه العصابه، راهي عصابه طربقت البلاد. كاينه ناس هنايا البارحه السبت 51 وجزائريين لاباس بهم كاع، لاباس بهم كاع في مونريال، لاباس بهم كاع خارجين في برد تعقل من 27 درجه، برد تعقل من 27 درجه، على جالك انت عنده السكنه، دارو سخونه، عنده زوج طوموبيلات، عنده خدمه، مرتو تخدم، ولادو يقراو في احسن المدارس، يداويو في احسن المستشفيات، ويدافع عليك وانت ما عندكش سكنه، ما عندكش حق في الدار، كي تجي رايح ولدك يمشي 7 كيلومتر باش يوصل للدار كذا، وتوصل الدافع على جبان، يا والله يا خاوتي وما قلقنيش بكلمة الباشع، لأنه كي يقول لك واحد باشع وكذا ويهضر على خلق الله، وأنا إنسان مؤمن، أنا باشع، أنا على بالي بليني باشع، انا كون ما جيتش باشع ما نديرش لوطو كريتيك، كون اني ما ديها في روحي ما عنباليش واش، كون اني ما نهضرش مع العباد، على بالي بلي باشع انايا، على بالي باشع، على هذيك نربي روحي، ننتقد روحي انايا، انا كي نشوف روحي في المرايا ننتقد روحي واش درت اليوم، هل عاونت ولدت بلادك، وانا فرحان اليامات اللي فاتت قاعد نخدم على واحد المساله، وهي يعني على المنتجين والفلاحين، اللي هي امر خدمت عليه لمده 7 سنوات، والله يا اخوتي خسرت عليه صحتي، يعني يا ربي ما تحسبهاش من برك، والله خسرت صحتي على هذا الامر، غير باش نوصل الثقافه الجزائريه عن طريق الطبخ الجزائري والمنتجات الجزائريه للعالميه. في الايام الماضيه يعني نشوف رسائل توصلني من عند المنتجين الفلاحين، فلاحات خارجين من معاهد الفلاحة، اقسم بالله مت بالفرحة انه فلاحات تبعث لي تقول لي عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وننتج كذا، ينتجوا في الكينوا، ينتجوا في الشيا، ينتجوا في الصويا، ينتجوا في الكيوي، في الباباي، في الفروي دو باسيون، ينتجوا في حوايج استوائيه، هربوا على الزمان وما عندهمش دوله. فالعمل اللي عملته انا في كندا اني نشهر في لي برودوي، في المنتجات الجزائريه، بدا يجيب في الثمار نتاعو. البارحة ونهار الخميس وصلتنا بالطائرة منتجات، عباكم راحت حتى لأكبر المطاعم هنايا في كندا، راحت عند صحابي يعني دي شيف، راحت لأكبر المطاعم ويتكلموا البطاطا الترفاس الجزائرية جاية من الجزائر، بروفنونس دالجيري، والناس تعرف تبيع
اني جبت البطاطا تاع الترفاس، يكتبها هكا في المنيو، اني جبت البطاطا الترفاس من الجزائر 7000 كيلومتر في الطياره. في الطياره هاو، هذا بالنسبه لي نضال. كاين خاوتي لاموني اليامات اللي فاتت، قال لي عماد ماكش تخرج بزاف، بصح يا خاوتي ما تقدروش تصوروا الفرحه نتاعي اليامات اللي فاتت، لانه اخوتنا في الجزائر خاصه الفلاحين اللي ضال يقتل فيهم السمسار، يقتل فيهم اللي يعاود البيع، ويقتل فيهم المرشي تاع الكرو، ويقتل فيهم الدوله، وتقتل فيهم اللوزين، هذوك لي زوزين الكبار اللي هما تاع الدوله تاع الجنرالات وكذا، اللي يديو لهم في المنتجات تاعهم بابخس الاثمان ويبتزوهم باش يسلكوهم ويديروهم. فاحنا حابين نمدو لهم الطريق، والطريقه دي ما تكونش على يد عماد، فنعتو لهم لي زاستيس باش ما يعودوش محصلينها غير في عماد. يقول لك ما تزيدوش قادرين، على بالك لو عماد هذا يعود يخرج مليار دولار في الشهر يدخلها للجزائر، على خطر ماكش عماد يحبسوها، لانه ما يهمهمش الدوله واش يدخل لها، ما يهمهمش الشعب واش يدخل، ما يهمهمش قداش المنصب عامل راح دير. هذا لازم يحارب، عماد لازم يحارب، بصح ماهوش عماد. انا قاعد نمد لهم، انا جوستومون واش نحب الجزائري يكون ما يشكيش، يكون مقدام. يلاه نديرها، انا عدت لي عماد الطريقه، ثم نقدر نهز الدقله نتاعي ونلقى لها. واش لازمني ندير؟ نلقى اللي يشري عليا، نلقى الكروسيست اللي يشري عليا، او الامبورطاتور اللي يشري عليا، او المنتج هو يدبر راسو ليها. ف دوك يوليو يحوسوا، وحنا نحوسوا نلقاو لهم نربطوا لهم، يعني نلوحوا لا موفونس. هذه هي اللي يسميوها. لما بديت اللقطه هذه 7 سنوات، كانوا جزائريين يقولوا لي اش قاعد دير، قاعد تضرب في الريح في هراوه. يا ولدي نقول لهم، يا ولدي كون ما دخلش ستيفن جوبز للكراج وقال لهم اني رايح ندير ابل، وجاو ليه وحايد قالوا له اش قاعد تخرط انت يا رايح دير كاك، كون ما وصلش ابل دركاك تهضر به انت في التليفون دركا في الايفون. كون موش هذاك سوروس هذاك تاع امازون، كون ما دخلش للكراج وقال لهم اني راح ندير هذا السيت باش نعود نبيع الحوايج بالانترنت، وجاو ليه وحايد وقالوا له واك مهبول، كنا ما وصلش امازون انه هو اغنى رجل في العالم اليوم. مانيش محوس نولي اغنى رجل في العالم، محوس ولاد بلادي يحترموا ويقدروا واش قاعدين يديروا. باللي لكان محترميش البرودوي نتاعي، المنتج اللي قاعد ندير فيه، والتعب تاعي في الجزائر كاين وين نديه، ما تحبسنيش، المهم ما تحبسنيش. هذا هو الجزائري اللي نحبه انا، هذا هو المواطن الصالح تاع الصح، لانه غدوه ما يقعدش يقول لك او عماد ما عاونيش، او بابا ما عاونيش، او عمي ما عطانيش، عندي عمي في فرنسا ما عاونيش، شو الاخر عاونوه انا ما عاونونيش، الدوله ما دارتليش. حنايا دركا رانا درنا دوله في نص دوله منذ 22 فيفري 2019، درنا دولة في نص دولة، ولينا ما نسمعوش بهم كاع يا خاوتي، ولينا لافظينهم. هما يعرفوا انه البناية هذيك اللي بناوها راح تتهدم على روسهم، وانه الشعب اللي كانوا حاطينه في البناية خرج من البناية هذيك، خرج من البناية، قال لهم انتوما ما تعرفوش تبنيو، ستنهدم على رؤوسكم، وقعدوا في المراضية وكسر الشعب. حنا نخرجوا نديروا دولة أخرى في الشارع، نديروها تعرف شنو في الصطادات، نطلعوا للصطاد ونديروا حكومة ونديروا انتخابات ونديروا حملة انتخابية حقيقية، كي يدخل فيها طاب ولا فوضي البومالة يتعبى الصطاد، ماشي يروحوا يشريوا نساء كانوا يطلبوا يجيبوهم باش يعطيهم 100,000 باش يحضروا. هاو الجزائري اللي نحوسوا عليه، وسنصل الى هذه الجزائر يا خاوتي. حاجه اسمها الخوف تنحات من قلوبنا. انا واحد من الناس يهوام اللي تنحات من نظام الحنوشه، الرخاس، الاوباش، الحاسين اللي هربوا الاموال الجزائريه في الفاليزات. انت تحميني، انت تعرف شنو هو؟ جاي الوقت اللي رجال الجيش وانا شوفوا يا خاوتي، اليوم 9 فيفري 2020، اذكروا مليح الكلمة هذه، ربما نكون حي ربما نكون ميت في هذيك، قسما بالله العلي العظيم، سيأتي الوقت اللي أحرار الجيش يجيبوهم من ديارهم كما كانوا يجيبوا الرجال من ديارهم، وننسى هاد الحنوشة، هاد الأوباش، هاد القوادين كانوا محوسين.
كانوا محوسين يهزوا خونا رمزي دردار على جالة، على جالة أنه أهان السفير الفرنسي. والله يكون دخلوه عليها، يكون دخلوه عليها، يكون دخلوه عليها. حق الله العظيم، حق الله العظيم، حق الله العظيم يولي رمزي كي يخرج يتحالو تحية عسكرية من عند الشرطة، من عند الشرطة. سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم. خاوتي ربي يهنيكم، ربي يهني بلادنا. 21/22 يوم الزحف الأعظم، يوم الزحف الأعظم، يوم تحرير العاصمة. يوم 21/22 يوم تحرير العاصمة، يومين لتحرير العاصمة. سنغلق المطار، سنغلق رأس قصر المرادية، سنغلق قصر الحكومة، قصر الشعب، البرلمان، سنغلق البنوك، سنغلق قصور العدالة، سنغلق موريتي، وسنغلق كلوب ديبا، سنغلق كل مكان يكون فيه العصابة. على الجيش الجزائري أن يحترم إرادة الشعب. أما الشرطة ما نتكلموش عليها، والله ما نتكلم عليها، لأنه لو نتكلم راح نطرطق من الشيء اللي درتوه لخالتي بايا. نخلي برك باش نحترم خاوتي اللي قاعدين يبعثوا لي في الرسائل ويقولوا لي يا عماد ما تزيدش علينا. والله ما نزيد نهضر، حلفت اني ما نزيدش نهضر. لكن لا، يا ظالم ليك اليوم، يا ظالم ليك اليوم، راكم قاعدين تديروا في امور تتصور راحين يشوفوها احفاد احفادكم متصوره. حذاري، حذاري، التاريخ لا يرحم. يا رجال الشرطه، يا أكولة الشعب، أكولة الشعب، لا تتركوا التاريخ يتحدث عليكم كأنكم شرطة استعمار. أقسم بالله عيب، أقسم بالله عيب، عيب عليكم أنكم تقيسوا شعب سلمي مسلم في أختك وأمك، وحتى خالتك بايا المريضة اللي يمكن أنها ما تعيش اليوم الاستقلال بسبتك أنت. أنت خليها تشوفها، خليها تشوفها، ويمكن احنا نموت قبلها. بصح عيب عليك، والله إلا عيب عليك، سيكتب التاريخ بالصورة انك انت اللي درتها. سلام الأحرار على فخامة الشعب.